السلام عليكم ورحمة الله. أزف اللون ندهش البعض، لم أقل الكثير من الجزائريين، للمنعطف اللي خذاه المدعو رشيد نكاز اللي اكتشف الجزائر منذ سنة 2014 وجايها على أساس أنه باش يترشح للانتخابات الرئاسية، يعني الجزائر مخصوصة رئيس مخصوصة رجال، جاي سي رشيد نكاز باش يترشح لرئاسة الجمهورية وبيفوز ويعديو. بعد أعوام السيد ما لحقش، يعني حاول اللي هو سون جونغلا مع النظام، كنا نشوفوه يجي كيفاش في تي في 5 موند واحد الخطره يقول الجزائر بلد ديمقراطي وكذا، خصها غير 15% عندها 85% ديمقراطية، هو يعير فيها. اتصلت بيه وبخته قلت له بالك تعاود الهضره هذه. المهم الخطره هذه خرجها طاي طاي، خرجها طاي طاي، وشكون الاخر ويتهجم على الناس اللي في الخارج، يتهجم على الناس اللي في الخارج، زعما شغل تاع الداخل ما كان والو، واشنو الداخل ما حكمش تقولوا نتحاسبوا، يتحاسبوا كاع، يتنحاو كاع لي جينيرو على بوبال، مخابرات ارهابيه، هذه ما يلزمش تقولوها، هذا واش لا مع الداخل، يعني اللي هو اللي يمد الاعاز للشعب واش يردد كشعارات، وكان السيد راهو عنده سلطة على الشعب، عنده تأثير على الشعب، ولكن الهدف كامل هو ضرب المعارضة اللي في الخارج. ما قدرتش العصابة كيفاش تسكتها، ما قدرتش، حاولوا باش يغتالوا باش يقتلوا ما قدروش، وتكشفوا وانفضحوا، حاولوا باش قال يحطونا ارهابيين وما كلت لهم شويه. شخصيا مشيت لنيابه مديريه مكافحه الارهاب في فرنسا، قلت لهم هاب لي كانوا يقولوا عليا ارهابي، وهاي في الجريده الرسميه قعدوا يضحكوا، قال لك يا ولدي روح، حنا وقتاش قلنا لك راك ارهابي. نفس الشيء بالنسبه لماك الراشد وكذا، الناس تنشط على روحها وحمانه. قال لك راهم مولين من طرف المغرب، كانوا بكري يقولوا من طرف فرنسا، العملاء تاع فرنسا خلاص ولات عملاء تاع المغرب. ايوا سيبوا لنا خويا، هاتوا لنا التمويل، راه ما نقولوا لها لا، هاتوا التمويل مادام نضربوا العصابه باش نحروا بلادنا ما نقولوش لا لا. هاي كيما داروا ما صابوش. من بعد خرجوا بعد العناصر تاعهم اللي قال هادو ايا كانوا زعما راهم معارضين، ولاو لعبوها ابداو اتاكي امير دي زاد، اتاكي هشام عبود، واحد قال لك دار الحبس كان في الحراك ودار الحبس وجا لهنا في فرنسا، مش عارفين كيفاش جا، ويخرج فيديو مور خوه ضد شكون، ضد هشام عبود، في الوقت اللي كانوا يحاولوا يقتلوا هشام عبود، يعني تشوف كيفاش كانوا منسقينها. بون على بالهم بالجردان تاع واحد من الاخرى اللي هنا بكري عاد ما عندهم حتى تاثير، والشعب يعنينا. قول لك خصنا نجيبوا هادو ناس اللي زعما راه ما عندهم مصداقيه، ولكن هما اغبياء، ما على بالهمش بلي اي واحد يا ويكون واش يكون لو يخرج ضد الخط تاع الشعب اللي هي كراهيه النظام ومناهضه النظام ومعارضه النظام والتنديد بالنظام، نظام العصابه، نظام السراقين، نظام العرايا، جميع من يخرج تحرق، والله تحرق. هذوك ما عندهم باللي قادرين يجيبوا ناس هكذا تاثر، وشكون اللي راهو داير هذا يعني داير فيها استراتيجيه كبيره، هو احد كبار المجرمين اللي بربي ان شاء الله نوصلوه للقضاء الدولي مع نزار، سمعت، هذا حسين بولحية اللي كان في فرقه الموت مع ناصر الجن وحسن جنرال حسن، كان كورونا ذاك الوقت. يعني هادو، هذا حسن حسين بولحية هو اللي قال مثلا نستكلفوا برشيد نكاز كيما استكلف بن حليمة، هو اللي حكم بن حليمة، بن حليمة نهار اللي دخل بعكس محمد عبد الله
ما بعثوش العنتر وداوه جماعة الآخر لنصر الجن ولا لا لا، ده قال حسين بولحية هو اللي قال نجيبوه، ده حط يا حط في الصنام في الشلف وداوها عندهم العفرون وكذا وخدموه وجابوا داروا به حلقة من مسلسل الدحدوح باش وشو بحال مش يضرب الخارج، مش يضرب الناس في الخارج. بعد حكاية بحيمة ما كلاتش، ايه استقر كنجيبو رشيد نكاز، ايه رشيد نكاز مستعد، لانه الراجل عمره ما كان مناضل، عمره ما كان لاعب، هو جا دخل الجزائر باش يناضل، بس زعما قال ندير رئيس جمهورية. تي كنت تزير يعني كوري ولا يعني كوري اخر واحد كان ما ماكلاتش في فرنسا، كان في فرنسا تاني زعما يترشح رئيس الجمهورية، في فرنسا ما عندوش تأثير، جرام تأثير ما يسمعوش بيه، ما يسمعوش بيه. تا الجزائر، الجزائر الثقافة اللي رسخها النظام في الشعب الجزائري هي تاع الفكر الواحد وعبادة الشخصية وكذا، أي واحد دونك سكيف يصب بصبع تسيبو سواء مع النظام الحاكم وحتى مع ما يسمون بالمعارضة. أنا لما نشوف ناس مثلا تقول لهم هاو سعيد سعدي أدى تيران، دا مورسو تراب في تيران ميليتير مع جنرالات وبنى فيلا وفيها عشرة علي توالات وكاريها وبدراهمها يخرج في دراهم في الخارج في فرنسا ويشري في العقار في فرنسا، قل لك ما عليه، ما عليك يا سعيد سعدي ما عليه. اوي يمارس نفس الشيء كي العصابة الحاكمة ما عليه، يقول لك ما عليه، راهو كسر حزب الارسيدي ما عليه. سكون ابيل لي زافيدي، هادو سي لي زافيدي. نفس الشيء تصيب أقلية هكذا مازالوا مع رشيد نكاس، تقولوا شو هذا السيد راهو يكذب راهو يهف هاو واش راهو يقول، يقول لك لا ما عليه، اه ما عليه. وما بان تقول ندرهم دراهم، ما عندوش دراهم رشيد نكاز هفاف ما عندو لا دراهم لا والو. نجو نتكلم بعد على هاد الحكاية تاع الخرافة تاعو تاع الدراهم وكامل. المهم حنا الموضوع تاعنا هي بماذا وعد حسين بولحية رشيد نكاز. رشيد حسين بولحية طلب من رشيد نكاز باش يتهجم على الناشطين في الخارج، مرة يقول لهم إرهابيين، مرة يقول ناشطين، مرة يقول معارضين، مرة كل مرة يسموه. المهم كان بعض الوجوه يلزم خاصة ما قدروش يعني واش يسيبوا لا لعبد وسمار ولا هشام عبود ولا أمير ديزاد سمعت ولا ناس أخرين ناشطين ما صابوا لهمش واش يديروا لهم. الماك ما راهمش يطاكيو فيه درك، ايه الماك ما مش يتاكيو فيه، الماك راهم يقمعوا في بلاد القبائل مستعملين معاه سياسة أخرى. وعلاش ما يتاكيو؟ لأنه حسين بولحية قبايلي وعلى باله أي شيء يديرو ما تاكلوش، وحاولوا يديروا نفس الشيء هذا مع الماك مع فرحات مني زعما يخرقوا له حركة داخل حركة يخرقوا له انشقاق والو سنا با مارشي. الماك إلي تري سودي عندك وين دير معاه. ابوي فرحات مني ما يمشي معاه غير لي ميليتون مناضلين تاع الصح، صحاب الدراهم وصحاب لي زوبورتونيست وكذا غاسل يدو منهم. والشي اللي ما يعرفوش هو واحد كيما هشام عبود ما عنده حتى واحد يمشي معاه، ما هو داير حزب ما هو داير كذا ما والو، خيك وحدو يجي يحط لها فيديو يعريهم يفضحهم يخلي الشعب يقتنع لاني نجيب كلش بالدليل هما يحرحتو. حتى لما حبوا يجيو يحرشوا واحد يخدموا سما باش يجبدني وما يعرفني ما نعرفه هذا عبد القادر تيكا كي ما قدرش سي جاب لي الماتش، باري الماتش مدلي والحمد لله وربي سبحانه يستر. واو الملف امام القضاء الفرنسي راه يبحث عليه، يبحث في عقله بون كاين تواطؤ ربي سهل عليهم. المهم مكشوفين ويعياو ويتكشفوا ومازال نزيد موراه.
واش اللي درك بقى لهم؟ قال استنى نقلل لهم من قيمتهم. باش تقلل لي من قيمتي؟ انا نقول لك راني بيض كي الحليب، هشام عبود راهو بيض كي الحليب، نتكلم على روحي داكور. كاش ما صبت اجبد. داير شي راش نكازي نو سباس اتاكي ما بيرسون يذكرني، ما يقدرش. على بالو نعريه، على بالو نعريه ونقولو بركة رواح قارن في المغاربية كاش انا نرد فيه التاريخ نكورجي فيه، هو كاش يهرب. والتاريخ مش التاريخ تعرف التاريخ، انا قريتو ملي خلقت وانت بدن 2014. تالو كان نقول لك واش من عام مات بن مهدي ما تعرفش، واش من عام تأس ليتوار دافريك ما تعرفش، شكون حاج مسالي ما تعرفش، كيفاش كانت الانقلاب تاع المركزين على الحاج مسالي ما تعرفش. تحرش تاريخ الجزائر، جيت تقول التاريخ نو تقدرش يا ترونكيل. درك هو باش وعدو، وشكون اللي راهو يخدم فيه باش تكون الناس على بالها. انا ما تغيبش عليا، ما تغيبش عليا وعلى بالهم. داير نسمو الحسين بولحيانة اللي كان يخطط كاش يقتلني، مع تي يقولوا الي اغيري. نعم شو اغيري، وهنايا نجيب المعلومات من داخل المكتب ديالكم، داخل المكتب تاعكم، لاني انا عندي سمعه ومحترم عند الكثير من ضباط جهاز الامن اللي ما همش راضيين على الشيء اللي راه يحصل، واللي واجدين في انا متنفس باش يقدروا يتنفسوا ويمدوا لي معلومات، وما متاكدين باللي ما صرا لهم والو، ما صرا لهم والو، اللي نعرف كيفاش نستغل المعلومه باش ما نخليش اون تراس ولا تبان منين جات ولا منين راحت ولا منين. يعياو يطلعوا للسما ويحبطوا، ما يقدروش يسيبوا منين جات المعلومه. كتاب كامله ما فيها دي جينيرو فوق 250 صفحة، معلومة واحدة ما عرفوش منين خرجت، ما قدروش يعرفوا منين خرجوا المعلومة تاعي، واحد معلومة ما قدروش يعرفها، باستثناء شي مثلا تحاليل ونقاشات كان دور بيني وبين الجنرال كحلعيات الله يرحمه، ولا مع الجنرال بتشيل، ولا مع الكولونيل قازي مرباح الله يرحمه، هادو اللي كانوا على رأس الجهاز كانوا يحترموني ويتكلموا معايا. لما خرجت من الجهاز يمدوا لي ونحلوا مع بعض، قدرت من خلالهم نفهم كيفاش مركب هذا السيستم هذا. أما الناس اللي عطوا لي معلومات هذا ما كانش، لهذا السبب أنا قادر دائما تجيني معلومات من داخل الجهاز، لأني انتميت إلى هذا الجهاز والناس يعرفوني نظيف. ولو هادو اللي راهم اليوم على راس الجهاز يجيبوا لي زارشيف يسيبوا الاخر، صابوا لي جرام راهم جبدوه، راهم جبدوه. هاك انا واش عندنا عليك ده اليوم نالي خرجت لمافيا دي جينيرو تلموا 11 جينيرو تلو عند التوفيق وين تزيد اكثر من هاك، قولوا له اعطينا واش عندك، قول له ما عندي والو. الهامل درت فيه الاعجب، درت فيه الاعجب، عيا صاب والو. خوك نظيف بيض كي الحليب، نقولها ونعاود بالفم والملا، لو كان صابو لي غرام راه مجبدوه. عيا ومع هذوك الجردان اللي عند بقى لك دام والو، وطلع للسما وحبط. تقدرش مربي على النظافة ومربي على الرجلة. نعم وعلى الفعولية، شاوي فحل وليد باب الواد رجلة. عندك وين تروح معايا انا؟ ما نرخص قدام دراهم وما نطمعش والو ما يديني، عندي المبادئ ديالي، ما نتباع ما نتشرى. وروح خرج ألف دعاية لا قدرت تسيبش، وماشي دو باب الإلكتروني اللي تطلقوا لي راح يجي ينال من معنوياتي. دونك ان سي رشيد نكاز كي تلقوه، تلقوه باش يضرب لا يقولهم المافيا تاع الباي بال. شكون هذا مسميهم نار وعقل له امير دي زاد راهو يدير الباي بال، يدير الباي بال من سرق الدوله، سرق الشعب، جا سرق المجاهد، يقول الناس
حطوا لي الباي بال، حطوا لي الاخ، سالهم ناس يمدوا بطواعيه، ناس يمدوا بطواعيه. انا كنت قادر ندير نمول لاشين ام ال تي في بالباي بال، قادر. والناس قالي فازي رانا هنا نعاونوك، واحد يقول لي عندك 500 الف ابوني في لاشين، كان كل ابوني يحط ان يورو عندي 500 الف يورو، نص مليون يورو، مشي مشي لاشين كي السلطان. قال لا ما نديرهاش، ماشي خايف من الهضره تاع الحرام، ماشي باغي الصداع الراس برك. لان بالنسبه ليا يوشان التلفزيون تمشي بلا بيبليسيتي، اي وسيله اعلاميه تمشي بلا بيبليسيتي، هذه قاعده دوليه. باش نعمل انايا قلب باي بال وبلي دون بكذا ومنا، ما عادش بروفيسيوناليزم، ما عادش فيها. هايليك يعني السيلة هردوك، وهذا راش نكاس واش قلقوا يعني، يظن باللي الناس راه عميد زاد راح يطيح من عينيهم كي راهو يجمع الدراهم بالباي بال. انا ما شدتش على كل حاله، انا والله ما شفت امير ديزاين يطلب في البيبا. من قول واسيدي هو راه يقول له هاي مافيا، بدات مافيا تاع البيبال، مي في هضره هادي، في هضره هادي، واش دخلك تاع سرقوا نهبوا زفوا، انت راه تدخل زفاف باطل. درك ناس نكاز واش باش راهم واعدينه لولا رشيد نكاز، ما عندوش جواز سفر، ممنوع من السفر، راه مانعينو من السفر، واعدينو بلي يردلو الجواز ويسافر بهدف، يعني هو راه واعدهم بلي لو يسافر لفرنسا كي يجي لفرنسا يمشي يعدي في قنوات تلفازيه ويدور لاخر، وراح يضرب مصداقية الناس يرى في الخارج. تعبر ما عنده حتى تأثير وما يقدر يأثر في حتى واحد، ويعرفوه ستان بوفون، يعرفوه ستان بوفون. ولكن المصادر ديالي أنا مصادر، مش مصادر الحياة. ونقول لكم وابنتنا الأيام يقولوا غير باش يخرج من فرنسا تاع الجزائر يعاود يخرج، هذه برك ما تحصلش، لانه ماهوش اهل ثقه، ماهوش تاع ثقه. هذا كيما دار معنا يدور مع الاخرين غدوه، وعلى باله بلي فقد مصداقيته لو يخرج فرنسا راح يقول لهم راني كنت تحت الضغط وراني كنت كذا وراه تلاقاني فلان وجاني فلتان، وراح يكشف البازقه. دونك يقولوا له ترشى هنا، ترشى هنا، باد باسبور ما تخرجش. الوعد الثاني اللي عاطينه له وهذايا حسيب الحياة اون بيرسون دي وعدوا به، شوف يقول لك باش يقولوا مخابرات ارهابيه، الوغ معاه واحد من كبار الارهابيين، من كبار المجرمين، كان يقتل في الجزائريين كذبان، ولد الحرام، ولد حرام تاع الصعدة حسين بولحيا، ولد حرام او سونس بروبر دو تيرم. يوعد في نكاز باللي ويقدمها الوعدة باللي بعد تبون احنا محتاجين تاع الجزائر الجديدة، وجه جديد، وما كانش كيما نتايا اللي قادر يكون عندك ذا منا وعندك مصداقية وعندك هادي وعندك لو بروفيل، يلعبها الوالدة يهضر معاه على هذا الأساس، عندك لو بروفيل وعندك وعندك وعندك، وشنو برك يلزم باش تصفى طريق قدامك، يلزم هذوك اللي في الخارج يتنحاو لي راهم يشوشو عليك انت، إيه كيما يشوشو علينا يشوشو عليك انت، راك منا وراك انت لو برودوي تاعنا، وغدوة حنا رايحين ندفعوك للمرادية. إيك يا وعدي، حتى وين المرادية ولات قربي يدخلها واحد مشعوذ كيما شرشابون،
كمان ما يدخلهاش ان بوفون، ما يدخلهاش واحد ان بوفون واللي محكوم عليه. دونك نجبدها لكم، محكوم عليه في فرنسا انه سما شونت سوماي، لانه يكري في بيوت وعندو دو تروا ستوديو مسخين انسالوبر، وشكاو به السكان وحكموا عليه. Il a été condamné في tribunaux français en tant que marchand de sommeil. هذا راح تجيب تحطو في المرادية. حتى من كنت تكره الجزائر، ما يكرهوا الجزائر هذا بو لحية وكاع العصابة الحاكمة، ولكن ما يقدروش يجيبوا واحد لأنه فرنسا ما تقبلش. قالوا نجيبوا واحد هكذا، فرنسا رايحة تشفق على الجزائر وما تقبلش يجيبوا واحد كونداني دي تريبيونو فرونسي بور بور كال ديلي، بور ان ديلي دو نحر ماشون سوماي. ما حبش ينظف شنابر اللي كاريهم للناس، ما حبش ينظفهم وشكاو بيه. دونك سيد يبان له كيقول انا الشروط تاعي يعينوا شوفوا واش يقول لهم هكذا، ينحيوا هذاك شرفي رئيس اللجنه المستقله تاع الانتخابات خروطو، ويجيبوا بن بيتور. يعني شوف بن بيتور اللي كان برمي مينيستر وقت اللي كان رشيد نكاز مازالو بتي فرونسي، سمعت يدور مع لي ستار دو بورنو، يجي هو يلعب اربيتر نك باش نكاز يروح للمرادية مسخر. هذه يعني ملاحة وضمن الانتخابات كذا وانتخابات كذا، ويقولوا نزوروا الكريك، يقول لهم ايه زوروا لي اليوم، قولوا راهي انتخابات نازحة. ايه سا دونك ليدي باسبور، انا نقولها لكم ما يدي باسبور ما يكحل على المرادية، ما يكحل على المرادية. وزيد انه السيد ضرب مصداقيته، ميم لي زافيدي اللي بقاو له، لي كيلكو زافيدي اللي بقاو له، يعني ناس لا سي دي زوبورتونيست كيفو. اي ان اوبورتونيست عمرك ما تثيق فيه، هذا انتهازي عمرك ما تثيق فيه، لانه راح يدور عليك لما يشوفك تحت. اخ يا بقره ما بقى فيك حليب يذبحك، هذا هو منطق الانتهازي. اخ يا بقره ما بقى فيك حليب يذبحك، فوالا. دونك سي رشيد نكاز يقدر يجري ويطلع ويهبط ودرك وشوف، يعني هو تفاصيل لو بو جون اللي بقاو يامنوه، وما يعني لا غالب الناس كما قالوا شو هذا سي قال لعبه، قالوا يمشي من خنشله حتى للجزائر على رجلي، تقعد بالغاشي يديرها في 10 ايام خنشله تزير في 10 ايام تقعد بالشعب، ما قالوا من تيزي وزو العين صالح، قادر تمشي العين صالح على رجليك سي بوفون. المهم ها هو درك كشف في روحه مع الشعب، وهذا مليح للشعب الجزائري ومع عصابة ولا الحرام والمجرمين، خاص يتفاوض مع واحد، ماهيش يتفاوض يسير فيه، يسير فيه أحد كبار المجرمين في العصر الحديث في تاريخ البشرية، أحد كبار المجرمين هاو مع من يمشي سي رشيد نكاز. ربي يقدر الخير بلادنا وربي بعد عليها ولاد حرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.